في الأراضي المحتلة أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المقامة على مداخل مدينة نابلس كافة بذرائع أمنية. هذا الإغلاق رافقه قيام قوات الاحتلال مدعومة بطائرات استطلاع بعمليات تمشيط ومداهمة لعدد من القرى الواقعة جنوب نابلس، منعت خلالها الفلسطينيين من التنقل في وقت سمحت فيه للمستوطنين فقط بالعبور والتنقل عبر حاجز زعترة. بدعوا انه في عمليه صار الليله وسكروا الحواجز. انا بحمل مساعدات انسانيه للشؤون الاجتماعيه من الساعه 8 الصبح ومش قادر افوت، حتى برنامج غذاء العالم مش قادر ينسق لنا. بمركب السيارات النمره الصفر اليهود، واحنا بتعرف موقفين عشان فلسطينيه، يعني بتعرف جيت على الحاجز حبارة مسكر، لفيت عن عورته وعن بيتها، مسكرين طريق عورتها، لفيت عن بيتها فيش نفس اللي شيء، واقفين على المفرق ومانعين المرور. يعني انا بكيت بدي اروح تقريبا 12 كيلو من المدرسه للدار، اليوم بدي الف على عورتها ومن عورتها على اودله ومن اودله على بيتها ومن بيتها على حواره على عريف على عصيره، يعني المسافه بتاخذ تقريبا ساعه بينما اول كانت 10 دقائق.